يعطيكم العافية من جديد. حنفوت حاليا هلا نبرمج سويتش 2960. بداية خلينا نجيب ورقة وقلم نكتب بالضبط نحن شو الشيء اللي حنشتغل عليه. أول شيء نحن حنبلش نشوف واجهة السويتش كيف هي، كيف التعامل معه، كيف أنا بقدر أشوف هو شو أي فيرجن، شو رقمه، كيف أنا بحط له اسم، كيف أنا بحط له باسورد، كيف أنا بحط له بغير البورتات ضمها للبيانات، كيف أنا بقدر أعمل بورت ترن، كيف أنا بعملها أكسس. طبعا هنحكي عن الفرق بيناتهم وعدة شغلات. خلينا بداية نحكي اليوم درسنا غير الاعتيادي، يعني احنا ما حنشتغل على البيكت ليزر، احنا حنشتغل لايف على سويتش سيسكو لايف. ورجيتكم اياه في الفيديو اللي قبل. هلا نحن حنبلش نبرمجه، نقدر ناخذ هذا الشرح نفسه ونطبقه على الباكيت تريسر عندكم. بدي اشوف نتائج، بدي اشوف تفاعل. البرنامج اللي نحن حنستخدمه اللي هو البوتي مثل ما خبرتكم عليه. هلا ران، انا رح اشتغل سيريال. شفنا سيريال هو الكوم واحد. السبيد تبع السويتشات سيسكو اغلبها 9600. هلا قبين انت شوف شو يعطينا. هلا السويتش اول ما جينا من المصنع بيعطينا انه ويزرد. هذا الويزرد بيساعدنا لانه نحن نعمل له كونفيجريشن. انا ما بحب اذا نحن نشتغل بالويزرد ابدا، بنحط له نو خمس لانه الكيبورد عربي بالانجلش. نحط له نو وقت اللي اعطيته نو دخل على السويتش. هلا صرنا نحن داخل السويتش. نقدر بهذا المود، انا عندي مودين بالسويتش. المود الاول اللي هو اللي قبل الانيبل انا بقدر بس ما اعمل فيه شو، ممكن تعليمات الشو ما بقدر اعدل. فيني اعمل شو فيرجن. طبعا ليش انا عم بكتب هيك شو؟ السيسكو بيعطينا ميزان، انا بقدر بكتب اول حرفين او ثلاثه بكتب بس بزر التاب وبكمل لي الكلمه. شو فيرجن بكتب بس انتر يعطيني شو الفيرجن تبعه 2960. شو الفيرجن تبعه؟ في عندنا معلومات كثير، في عندنا الفلاش بعطيه معلومات على الفلاش، شو الاو اس اللي موجود داخله. بزر المسطرة انا بقدر بنتقل صفحة صفحة. عين مذر بورد سن، طبعا معلومات كثير. بيعطينا السيريال نمبر، مذر بورد سيريال نمبر، هذا كثير مهم حتى نعرف انه السويتش. طبعا اكيد تفهم تقديم السيسكو او لا. هين باور سيريال نمبر، يعني كل القطع اللي داخله شو سيريال نمبر. هاي اخر شيء سويتش فيرجن والايمج يعني هي الاو اس المحمله. انا حتى كمان بقدر بعمل مثلا شو فيلان، تشوف شو الفيلانات اللي جواته. تمام، انا عندي فيلان 1 دائما موجود عندي بشكل ديفولت. في فيلان 1 وهي الديفولت، كاتبين لنا هي الديفولت، هي منشأة موجودة ومضمومين كل البورتات عليه. حتى اعرف شو التعليمات اللي بقدر بستخدمها مع الشو، بحط شو إشارة استفهام بيطلع لي انا شو الخيارات اللي بقدر بستخدمها. شو اي بي، شو اي بي فيرجن 6. طبعا كل واحد شو التوصيف جنب النوع. عندي لام في تي في في لام في تي في فرنش. رح ندخل على مستوى الانابل. شوفوا شو اللي بيميز لنا. قبل ما ادخل على الانابل كانت عندي اشاره الاكبر، بعد ما دخلت على الانابل صارت اشاره الهاش. انا جوا الانابل بقدر اعدل. خلينا نحط إشارة استفهام ونشوف شو التعليمات اللي نحن بنقدر نستخدمها. في عندي الكوبي،
واحدة من أهم التعليمات اللي لازم نعرفها. أنا في حال عدلت على السويتش طفيت الكهرباء عنه، برجع بدخل عليه بلاقي إنه ما انحفظ شيء، بالتالي أنا لازم أعمله كوبي للكونفيجريشن رانينج اللي أنا حطيتها، يحطها بالفايل جوا. وهي مجموعة التعليمات. خلونا ندخل حتى نفوت هون عندنا، لازم نفوت على configuration terminal. صرنا بمستوى config، رح حط له انا عندي بدي غير له النيم من هون من السويتش، بدي حطه مثلا شبكة التعليم، فانا كفيني له host name التعليم تعليم نت. ما لازم احط فراغات، ما بقدر احط داشات، ممكن احط اندرسكور. لاحظوا معي انه تغير الاسم، كان هون سويتش صار هون تعليم نت. هلا انا بدي للسكيورتي انا بدي احط له يوزر نيم وباسورد، بحيث انا وقت فوت عليه بدخل عليه يكون في عندي يوزر نيم وباسورد. تعليم يوزر نيم مثلا ادمن، ممكن احط له باسورد كمان ادمن. تمام. هلا انا بقدر اطلع من الكونفيجريشن حتى اعمل شو، لانه بالكونفيجريشن تيرمينال انا ما بقدر بعمل شو. هعمل شو رانينج كونفيجريشن، هشوف الكونفيج أثناء التنفيذ اليوزر نيم اللي حطيتها الادمن وهي الباسورد الادمن عندي، هي الانترفيس باس ايثرنت 01، انترفيس باس ايثرنت 02، هذول البورتات اللي شفناهم على السويتش. عندي 24 انترفيس باس ايثرنت وعندي 2 جيجا ايثرنت 01 0. انترفيس VLAN 1 هي الديفولت، طبعا ما في الا اي بي. عندي اللاين كونسول، عندي اللاين VT1. هلا اللاين كونسول هي انا الكونسول اللي بستخدمه بالكونفيجريشن وقت اللي حطيته. اللاين VTY هي عدد السيشن اللي انا بقدر بفوت عليها. طبعا حط لهم كمان باسورد، بدخل على الكونفيجريشن تيرمينال إلا لاين مسافة، بحط له إشارة استفهام إما كونسول أو بي تي واي. إذا حطينا كونسول عملي إنكمبليت كمان، فبحط له إشارة استفهام إلو رقم البورت، هي ما في عندي غير صفر. صرنا باللاين كونسول، حط له باسورد، حط له اياها ادمن مثلا. تمام. هلا اكزت اكزت، اعمل شورا انا برجع اكتب شو رانينج كونفيجريشن. رح بنلاحظ انه باللاين كونسول انا حطيت له الباسورد اللي هي الادمن. بالفيديو القادم رح نتعرف كيف نحن نحط كمان باسورد لللاين في تي واي بنفس الطريقه، او انا رح اعطيكم اياها هم لكم انه تحطوا لي انتم لللاين في تي واي. عندي من 04، في عندي من 5 ل 15، انا عندي بقدر ادخل فيهم 15 سيشن. رح اترك لكم مهمة انه تعرفوا انتو اللاين في تي واي هي لشو شو مستخدمة، وبالاضافة لانكم تحطوا لها باسورد. المقطع الثاني رح ندخل ونتعرف، انا عندي هون اليوزر نيم ادمن، الباسورد ادمن. انا بعتقد لو نفرض انه
انا بالغلط تركت السيشن مفتوحه تبع الكونفيجريشن للسويتش، ودخل حدا غريب وبده ياخذ الباسورد، فبكيف يعمل شورا من الكونفيجريشن لياخذ الباسورد؟ طيب انا كيف بدي احميها؟ هذا رح نتعرف عليه الفيديو القادم.